أول أسئلة هذه الحلقة من المستمع ألف عين من الرياض، يقول في سؤاله الأول: من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم محبتهم؟ هل هي واجبة أم سنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وبناته، لأن الله سبحانه وتعالى لما خاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، الآيات، قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويدخل في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قرابته من أبناء عمه، أبناء العباس وأبناء أبي طالب، فهؤلاء يدخلون في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم من أفضل أهل البيت. نعم. يقول: ما حكم محبتهم؟ هل هي واجبة أم سنة؟ محبتهم واجبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تجب محبتهم وتوقيرهم واحترامهم واعتقاد فضيلتهم على غيرهم، كل ذلك واجب ومن حقوقهم على المسلمين، وذلك داخل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من حقه صلى الله عليه وسلم محبة أهل بيته وتوقيرهم واحترامهم، لكن من غير غلو ومن غير إفراط، كمن يعتقدون في آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل كما تفعله الفرق الضالة، أو أن لهم حق التشريع ونسخ ما يريدون من الشرع كما يعتقده ولاة الشيعة، كل هذا من الأمور الباطلة، أو أن الله خصهم بشيء دون الأمة، خصهم بعلم دون الأمة، كل هذه اعتقادات باطلة. وكذلك كون الإنسان الذي يدعي أنه من أهل البيت يترك العمل ويظن أن قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم تكفيه عن العمل، النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك بقوله: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنكم من الله شيئا. لا يكفي مجرد القرابة والانتساب لبيت الرسول بدون عمل صالح وبدون استقامة على دين الله عز وجل. نعم.